معايا المهندس سعد موسى وكيل وزاره الري بمحافظه الدقهليه. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بيك وصباح طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. المستمعين والمشاهدين بخير ان شاء الله. اولا انا بشكر حضرتك على تواصلك معانا وعلى مساندتك للقطاع الزراعي. لا تحت مساعدتك، ده واجب علينا ان شاء الله. بالتوفيق. لو جيت اتكلم، عندي مشكله الحاج احمد الدقهليه منيه النصر الدركسه. اتفضل. البحر بتاعهم اللي جاي من المنصوره هو ما يعرفش اسمه، قال لي انا هو البحر الصغير. ماشي. بيقول لي بقى لنا ثلاث اسابيع ما شفناش الميه، وانا زارع بطاطس وخايف عليها لا تموت. لا حاضر. طبعا ثلاث اسابيع هو اتكلم ان احنا كنا في سده شتويه. تمام ماشي. خدت بس سعادتك، في سده شتويه بتبدا من 15 واحد، يعني بتبدا تدريجي من واحد، من 11 واحد تنتهي في 31 واحد. خدت بس سعادتك. خدت بالي. بعد منها نقطه الميه السابق، كنا فتره اللي هي السده الشتويه بدانا سيبنا الميه الوقت وماشيين تدريجي حسب المناوبات، وبنبدي ميه الوقت للناس زراعه. انا عارف ان انت وصل له ميه. نعم. عارف ان حضرتك بترصد الكلام ده، مش بتقوله لي وخلاص. انا عارف ان انت عندك فريق عمل بتتابعه. ان شاء الله. الميه وصلت لغايه فين دلوقتي، وممكن توصل لهم في منية النصر امتى؟ احنا في عوض، احنا الوقت ما في عوض، خلصت عوار الصناعي، فتحنا الوقت، خدنا الحبس الاولاني، والميه ان شاء الله في خلال يومين اكون عندهم ان شاء الله. سامحني، النهارده الاثنين، يعني الناس دي يوم الاربعاء الصبح ممكن يروا زرعهم؟ لا خليها الاربعاء اخر النهار، عشان احنا دايما الدور بتاعنا بيبدا اخر النهار، ما بيبداش الصبح. يعني وانا هكلمه اخر النهار، يعني حتى مش لازم نكون على الهوا. لا، ما انا افتح له اخر النهار الميه. طبعا هو فرعي، يعني على فرع، وعلى فرع لما توصل له هتاخد وقت شويه. يعني هو الفرع اما الدور الترعه بتاعته تبدا تاخد ميته وتملا، ممكن يكون هو في نهايه الفرع. تمام. ولا بتش معايا دلوقتي؟ فالحاج احمد بس تديله تليفوني يطلبني في اي وقت، وانا اتواصل معاه على طول تحت امره ان شاء الله. والله انا بشكرك، هديله تليفونك وانا عايز يعني برضو اخد منك معلومه مهمه نستفيد. اتفضل. في ناس كتير جدا بتبتدي تخش تتكلم في ملفات مرتبطه بالزراعه والري بدون ما يكون عندها المعلومه كامله. لا اتفضل. فلما بيجي نقول في ازمه في بعض الاماكن في الميه، يقول لك شوف، ويبتدي يتكلموا في ملفات سياسيه بعيده تماما عن المشاكل اللي احنا عايشينها. احنا بنتكلم على طبيعه الوقت ده، ان في سده شتويه. هو الحقيقه اللي قدامنا منها في الطبيعه. دي سده شتويه، وبالتالي ده طبيعي ان هو بيحصل كل سنه، مفيش احداث جديده جدت علينا ان شاء الله. تمام الكلام ده عشان يبقى مطمئن للمواطن المصري. لا ان شاء الله ان شاء الله. لما يكون في ازمه في الميه هي بسبب السده الشتويه، ما حدش يتكلم ويقول ابعاد سياسيه او ان في سد النهضه او النيل في خطر، ده ملوش علاقه خالص بالملفات اللي احنا بنتكلم فيها. بالمرور خالص. بشكرك وهندي الحاج احمد رقمك ان شاء الله، ونوصل الميه لكل المتابعين ان شاء الله باذن الله. هدي الحاج احمد رقم حضرتك، وبشكرك المهندس سعد موسى وكيل وزاره الري بمحافظه الدقهليه. التعاون حلو وجميل، والانتاج اجمل، والخير موجود في بلدنا، والفلاح المصري عارف ازاي يتعامل مع بلده وازاي يخدم وطنه. اذا ما كناش نقدر نقف جنبه، احنا ما نقلش عنه وطنيه، احنا دايما بنفتخر بوطنيه الفلاح المصري. فلازم من باب اولى ان احنا نبقى بنسبقه في ان احنا نحل مشكلته ونساعده ان المشكله ما تحصلش. لما بنتكلم في فقراتنا عن المعلومات الارشاديه في الزراعيه مباشر او في قناه مصر الزراعيه على مدار اليوم، احنا بنحاول نسبق حدوث اي مشكله، مش عايزينها تحصل. مش عاوزين الراجل ده يتعرض لازمه عنده في انتاجه، احنا عاوزينه وهو بيشتغل يبقى جايب تقاويه مستلزمات انتاجه من اسمده، ري وصرفه مظبوط، بنقول له ايه الجديد في الزراعه. زي ما كنا بنتكلم زمان عن القمح، وابتدينا نقول للفلاح ده احنا في زراعه على مصاطب هتوفر لك في الري وفي الاسمده، هتديك انتاج اكتر، هتوفر في التقاوي، وابتدينا نعرف المزارع ده نوع من انواع الزراعات او معلومه من المعلومات اللي كنا بنتكلم عنها. ما هي جمله بسيطه جدا ان انا اقول للفلاح انت النهارده في زراعه على مصاطب، لكن علشان توصل ان هي تتنفذ على الارض ما هي السهله. عشان تقنع الفلاح ان هو يغير من نمط الزراعه اللي بيشتغل بيه ويخاطر، هو بالنسبه له مغامره، ما هياش سهله.